في احد ناداك عقب ما بعت العصير؟ على امي احد ناداك؟ احد كلمك؟ عقب ما طلعت الفيديو يقول كل الحكومه تو منو كلمك؟ كلمني المكتب الوزير قلت اعضاء في مجلس امه اعضاء كلموني هذا مجلس امه بس يبي يتبنون يعني بيرفعون الفلوس انا رفضت ما ابي كفو عليك هو ما رضى هو عامر عشان احنا نوصل رساله ان عامر في اعضاء مجلس امه كلموه قالوا احنا كم محتاج احنا ندفع لك فلوس رفض طبعا كفو قال هذا حقي كفو زين سويه كرامته ما تسمح لي هذه الدوله ترعى المواطنين هاي ايش قالوا لك مكتب وزير الصحه هم ما بي موضوع دش بالواسطة لأن في يمكن غيري ما يسمع ما أعرف يقدر يتكلم ما يقدر يوصل رسالة صحيح يسوي